أكون الأخ سعيد السودان، مدير الحالي لمجموعة مدارس ولاد محمد. اليوم صراحة كانت مفاجأة سارة جدا، كون اليوم كنحظى بالزيارة ديال الإخوان ديالنا اللي سبقونا في الميدان بطبيعة الحال، وسبقونا في هذا المكان هذا، في المؤسسة هذه، على رأسهم السيد المدير السي قاسم، وكذلك بعض الإخوان اللي قراو في هذه المؤسسة هذه، يعني واحد تلة، واحد نخبة من الأطر التربوية اللي عطات شيء الكثير في هذه المؤسسة هذه. وصراحة هي كانت مفاجأة كبيرة بزاف، اللي على إثرها كنشكر بالأساس يعني الرئيس ديال جمعية آباء وأولياء وأمهات التلاميذ ديال مجموعة مدارس ولاد محمد السي إدريس دعماش، اللي يعني خدا هاد المبادرة هادي، وكانت صراحة ما كناش عوالين عليها، كانت مفاجأة سارة جدا، لأنها بطبيعة الحال كتعطينا واحد يعني داك المسألة ديال ربط الماضي بالحاضر. وبطبيعة الحال غادي نستغلوا هذه الفرصة هذه باش نتحدثوا ونستافدوا من التجربة ديال الإخوان ومن المسار ديالهم اللي كان غني وثري جدا في هذه المؤسسة هذه، ونزيدوا كذلك نعطيو الكثير بناء على هذا، لأن الإنسان اللي ما كيستثمرش في الماضي ديالو راه ربما ما غاديش يكون المستقبل ديالو جيد. دونك أنا كنعتبر هذه فرصة كبيرة بزاف، كون ان الحديث ديالي مع الاخوان والاصدقاء اللي سبقوني في هذا المجال وسبقوني هنا في هذا في هذا في هذا في هذا المكان هذا. دونك كنعتبر هذه فرصه سعيده جدا، وبهذه المناسبه هذه كنشكركم جميعا وكنرحب بكم الف ترحيب، وكنتمنى ان شاء الله باش هذا اللقاء ديالنا يكون متكرر، ويعطينا يعني فرص اخرى باش نتعاونوا ان شاء الله مع هاد الدوار ومع هاد المحيط مع المجتمع المدني هنا، باش ان شاء الله نرقاو بهاد المؤسسه هذه للصالح ديال الفلدات الاكباد ديالنا في هاد المؤسسه هذه، وصالح هاد الدوار وهاد الجامعه هذه. كنشكركم اكيد، وهاد القضيه هذه الحمد لله منين اسسنا الجمعيه ديال الاباء وامهات التلاميذ، كنت ناقشت هذه المساله هذه مع السي إدريس ماشي غير سميتو، وكنا فكرنا في انه نربطوا اتصال بالتلاميذ القدامى اللي دازوا في هذه المؤسسه هذه باش نحيوا ذاك الارتباط بالمؤسسه دي. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تنشكر السيد رئيس المؤسسه على الاستقبال ديالنا. انا بصفتي كاستاذ قديم في هذه المؤسسه دوزتها تقريبا سنوات من 1990 حتى 2009، مده ديال 20 سنه. سكنت هنا مع وليداتي واحد المرحله، ودرت الرابط مرحله اخرى، وسكنت بعدي عاوتاني المرحله الثالثه. المهم انا بالاحساس تاعي راك تنحلم بهذه الجلسه هذه، ملي خرجت من 2009 وانا كنحلم بجلسه الجلسه هذه، جو مؤسسه كيصبحات وكيولات، وفعلا بقى واحد التغيير كبير وتغيير جذري وتحسن كبير، فرحني بزاف فعلا، فرحني بزاف، فرحت بزاف شوف هذه الحاله هذه. والفضل تيرجع للسكه تاع القريه، والرئيس الجمعيه هو ما نسى الفضل ديالو انه انسان نشيط وكيتحرك بزاف مع الناس، ومن كنا حنا هنا كاع من كنا التلميذ ديالنا كاع، وكان ديما تيقدم لنا المساعده اللي تيحتاجوها وقت ما وقفنا عليه هو الاسره ديالو ولا جميع السكان ديال القبيله كاملين. انا الصراحه كنت مرتاح معاهم بزاف، ودوزت السنوات كلها مريحه، كلها نشاط، كلها عطاء، وكنت خدمت معاهم بصدق بصدق بصدق، وفرحان اني نجبت مجموعه من التلاميذ. ولحد الساعه باقي تنتواصل معاهم، وراه وصلوا كاين اللي وصل الاساتذه، كل واحد فين وصل. وكنتمنى على الله حتى هاد الاطر اللي خدام هنايا ورسين ورئيس المؤسسه هويا يمشيو للناج، ويعطيونا عناصر اخرى، يعطيونا اجيال اخرى تكون احسن من الاجيال اللي دوزنا هنايا، لان الامور كتبدل من حسن الى احسن. انا الجيل تاعي غيكون احسن من الجيل اللي قبل مني، وكنتمنى الجيل اللي غيتبعنا يكون احسن من الجيل ديالنا هنايا. وانا فرحان انني جيت هنا هاد الساعه هذه، وحيت الذكريات ديالي وشفت السكن ديالي وش الوضع اللي فيك تعيش، والحمد لله انا مرتاح بزاف لحقاش الحال. المدرسه ما بقاش كما كانت، فعلا وقع تحسن كبير. وكنشكر هذا المبارك، كنشكر المنبر شارع نيوز لان عطانا فرصه باش نهضروا، والناس يعرفونا واللي ما تعرفوناش يعرفنا، الدراري الصغار ما يعرفوناش، ولكن الاجيال اللي دوزنا هنايا راه تعرفونا عمرهم ما نساونا، وانا عمري ما ننساهم. والشكر ثاني زائد الشكر اخيرا واولا لرئيس المؤسسه
والسيد الاخ الصحفي اللي عطانا فرصه نتحدثوا وجميع الاخوه اللي حضروا معنا. والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. غزوي قاسم معلم سابق مجموعه مدارس ولاد محمد ومدير سابق مجموعه مدارس ولاد محمد. فتره دوزنا هنايا ولاد محمد هي نتيجه تقسيم ديال مجموعه مدارس بن منصور مجموعة مدارس حسن البصري. التحقنا هنايا 1989 موسم 1989 1990 في الفترة من 89 حتى 2000 حتى 99 كمعلم. الاقتسامات اللي هنايا أننا كبرنا هنا، جيت هنا باقي عزري باقي ما مزوج ما والو، ولدت تزوجت هنا ولدت وليداتي في هذه المؤسسة هذه. في 99 تكلفت بالإدارة لمدة 3 سنوات، التحقت بمدرسة بن رج بالقنيطرة. هذه المدرسة هذه خلات لنا تاريخ، تاريخ أننا كبرنا هنا، ربطتنا علاقات طيبة مع السكان مع التلامذ ديالنا اللي مازال علاقة مستمرة لحد الساعة، مازال كيسولوا فينا كنسولوا فيهم، مازال متبعينهم الحمد لله. العلاقات كانت العلاقة طيبة لا مع الإطار التربوي ولا مع الآباء ولا مع الساكنة ولا مع الجماعة ولا مع السلطة. ف الله كيشهد علينا اننا كنا كنديروا اكثر من جهدنا باش نأديوا الرساله ديالنا ونأديوا المهمه ديالنا باخلاص وبصدق وبامانه، والحمد لله كان ثمار ثمار كانت نتائج طيبه. وسهرنا على هذه المؤسسه اننا حميناها وساهمنا في الاصلاح ديالها، واللهم لك الحمد. الحمد لله حنا جينا اليوم كن نسترجع الذكريات وفي الزيارة لأن اشتقنا لها نشوفوها ونطالعوا عليها. كان لنا الشرف أن نتصل بالسيد المدير اللي كان وجه له التحية من هذا المنبر، وبحكم التجربة أنا كنقول له أنه يعتني بالطاقم التربوي اللي معاه، يعتني بالتلامذ ويحافظ على المصلحة ديال المتعلمين، لأن المصلحة ديال المتعلمين كنقولوا المصلحة المتعلمين أولى، ولكن مصلحة المتعلمين تكمن في مصلحة التلميذ أو في مصلحة المعلم. فالأستاذ إذا وفرنا له ظروف العمل ولا خليناه أنه كيخدم في واحد الأريحية وكيكون مطمئن من الجانب الإداري، فراه غادي يعطي أكثر من جهده ويعطي كل ما، وهذا الشيء كله في مصلحة المتعلم باش نزيدوا بالعملية التعليمية التعلمية للأمام. إلى ما كانت ما توفرتش الظروف هذه فكون على يقين أن العملية التعليمية التعلمية راه كتوقف وكيكون محكوم عليها بالفشل، واللي كيكون الضحية دائما راه هو التلميذ. فالسيد المدير الله يجازيه بخير، وكنشكرو من هذا المنبر على الاستقبال الحار اللي دار لينا، والحمد لله حنا مرتاحين مسرورين ملي كنشوفوا هذا المستوى كنشوفوا هذا الأطر كنشوفوا هاد الناس هادو، فكنقولوا ان المسيره مازال غادا لقدام، ونتمنوا لهم التوفيق ان شاء الله، وداكشي اللي عندهم في الضمير ديالهم وفي القلب ديالهم نطلبوا الله يوفق، الله يوفق الجميع وهاد الوليدات هادو، نتمنوا لهم شي مستقبل زاهر، ونتمنوا هاد العمليه انها تكون في مصلحه ديال الجميع. السلام عليكم ورحمة الله. دريس دعماش رئيس جمعية أمهات آباء وأولياء أمور التلاميذ بمجموعة مدارس ولاد محمد. أولا كنبغي نشكر السي مرابط وجردة الشارع نيوز على زعما على هذه الفرصة السعيدة اللي تحتها لنا، والزيارة ديالهم واخا بأنها مفاجئة ولكن الحمد لله كانت عندها القيمة ديالها. احنا الان كنتواجدوا
مجموعه مدارس ولاد محمد اللي عرفت واحد التغيير جذري، تغيير كبير، وعرفت زياره ديال بعض الاساتذه اللي كانوا دازوا في هذه المدرسه هذه، وقدموا الكثير كثير بزاف، ودورهم تاهما تفاجئوا بالتغيير اللي حصل لهذ المدرسه هذه. الفضل كيعود بزاف المجموعه ديال الاخوان سواء سياسيين ولا السي سعيد عيد سود المدير الحالي ديال المؤسسه اللي تاهو كيقوم بواحد المجهود كبير يحافظ على ذاك الموقف ديالو ويعاود يحاول زعما يزيد المؤسسه للامام. وحنا عندنا الحلم ديالنا كجمعيه الاباء مع المؤسسه اننا نهيئوا المدرسه لاننا تدخل في اللواء الاخضر ان شاء الله مستقبلا. هذا هو زعما الحلم ديالنا، و زعما راه كانت مفاجأة صارت كبيرة بالنسبة للزيارة ديال السي قاسم الغزوي والسي محمد هاني، يعني اللي كتربطنا بهم صداقة أبر أنهم قراونا وداك الشيء، راه بقات علاقة أخوية، علاقة حبية، والدليل أنهم جاو وزاروا هنا بحكم الوالد ديالي كان حارس سابق بهذ المدرسة هذه، حارس عام، جاو كيزوروا وتفكروا بالذكريات، تفكروا المدرسة كيفاش كانت، كيف بغاو زعما يجيو يشوفوا، خصوصا السكن ديالو كيف كيولا والأقسام إلى آخره. صراحة كانت واحد الزيارة اللي زوينة، وغادا ترفع حتى من المعنويات ديال الأساتذة الحاليين، لأنه كل باقي الناس كتفكر في المدرسة ديالهم اللي دوزوا فيها. السي مرض شكرا بهذا فكرتيني بهذه المسألة هذه. حنا الآن كنتواجدوا في القاعة ديال الإعلاميات، يعني ربما هذه المدرسة الوحيدة بالمنصورة حاليا، هي أول مدرسة لسه باش تنقع الإعلاميات بعد